يكون المعلومه الثانيه والثالثه بشكل ادق، لانه تحتاجون فعلا. وما معنى الوقت الى دقيقتين؟ تفضل عطنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخواني. اليوم معانا نادر الممثل الجميل، ان شاء الله قدامه مستقبل باهر باذن الله. طبعا احنا بنسال نادر وبندردش معه دردشه خفيفه علشان يعني يضيف لنا معلومات جديده. نادر، وش استفدت من الدوره اللي فاتت؟ نبغاك تعطينا معلومات كذا باختصار. بخصوص الدوره، الشيء يعني الاساسي بالنسبه كممثل او بحياتك كممثل، انك تكون حافظ اماكن المسرح اللي خاصه فيك واللي خاصه في الجمهور. يعني انت راح تكون معاكس للجمهور الحين. الجمهور بيعطيك وجهه، انت بتعطي وجهك للجمهور، بس اللي يمين عند الجمهور عندك يسار. ايه. واللي يسار عند الجمهور عندك يمين، لازم تكون حافظ مواقع المسرح. هذه الاساسيه في الممثل. تمام. الثانيه انه يكون داخل هو حافظ دوره. يا سلام. وحافظ مفتاح الممثل الثاني اللي معه. يعني كمثال انا وياك الان مثلا كممثلين. انت عندك كلام او صيغه كلام تقدر تقدمها. يا سلام. اذا وقفت عند اخر كلمه انا حافظ مفتاح. الحين بدا مفتاحي انا اتكلم. جميل. يا سلام، جميل الصراحه. نادر، يعني انتم ما شاء الله تبارك الله يعني مجموعه متميزه، وقدمتوا يعني الايام اللي فاتت تقدم لكم الدكتور نصائح كثيره. حلو، وش النصيحه الوحيده اللي حسيت انها اثرت فيك وحسيت بتاثيرها اللحظي عليك؟ كمثال يعني فيه والله نصائح واجد، هو ما شاء الله بيض الله وجهه. إيه؟ والله ما قصر، اعطانا اشياء قسما بالله من اول ما وقفت معه وانت يا اخوي مرتاح. الله يبيض وجهه ويطول عمرك. بدايه المشوار الله يطول بعمرك، جزاك الله خير. عمرك طويل والله انك ما قصرت. تسلم. طيب ها ننهي اللقاء. طيب لانه خلاص وقت معنا. مخرج هذا ونادر الصراحه ابدعت بالمعلومات اللي قدمتها لاخوياك. هذا طيب الخاتمه، انا بنشتم الخاتمه. انا فاصل ونواصل. فاصل للاذان. فاصل الان ونواصل ونرجع مع الدكتور ان شاء الله يقدم لكم معلومات فيها فائده اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه. طيب في احد بيأذن منكم يا شباب؟ هو اللي يأذن. طيب بعد الأذان طبعا بقي من الإعلاميين. ما بقى إلا أنت ممثل. طيب ناخذ الممثلين عشان ناخذ حقهم أو ياخذون حقهم بمعنى صح. تفضل سعود. تفضل. إيه. لا أنت أخذت حقك.